عمارة الكون شكلها إيه؟ وهل للفضاء الكوني هندسة وتصور؟ هنبتدي من الأول خالص، من ألف ب، من كتاب إقليدس والهندسة اللي اتعلمناها سنة أولى، إن المثلث مجموع زوايا المثلث يساوي 2 قاف، والخطين المتوازيين لا يلتقيان، اللي هي هندسة الخطوط المستقيمة اللي اتعلمناها. في الواقع طلع واحد عالم رياضة كبير بعد كده اسمه ريمان، قال الكلام بتاع إقليدس ده كلام فاضي، وحكاية مجموع زوايا المثلث 2 قاف والخطين متوازيين لا يلتقيان ده صح على الورق في المكاتب جوه أوضة، لكن بالنسبة للكون والكرة الأرضية ككل لا. بدليل أنا لو رسمت المثلث على كرة أرضية كبيرة هيبقى مجموع زواياه أكبر من 2 قاف. ليه؟ لأن الأضلاع هتبقى منحنية، ده مرسوم على كرة، وفي نفس الوقت على نفس الكرة الأرضية أي خطين متوازيين لازم يتقابلوا عند القطب. يبقى ايه؟ طلعت نظرية إقليدس كلام فاضي، ما تصلحش الا رسم عمارة جوه مكتب وهندسة احنا بنعملها في مكان محدود على الارض. لكن لما نطلع للفضاء سواء كان الارض او الاجرام او الفضاء نفسه، لان الفضاء كله عبارة عن مسارات منحنية وخطوط منحنية ودوائر ومجاري فلكية كلها منحنية، وكذلك كل الأجرام كرويات، فالهندسة بتاعتها مش هندسة خطوط مستقيمة لأن مفيش خطوط مستقيمة. ولو أخدت الكرة الأرضية كمثال، فأي خط ترسمه على الكرة الأرضية هيبقى منحني، وبالتالي كل النتائج اللي قالها إقليدس هتطلع خطأ. فمجموع زوايا المثلث أكثر من 2 قاف والخطين المتوازيين بيلتقيان عند القطب، لأنهم دي خطوط منحنية، وهندسة الخطوط المنحنية غير هندسة الخطوط المستقيمة. وبما إن الكون كله خطوطه منحنية وأجسامه كرويات فما تنفعش فيه هندسة إقليدس. طيب يبقى إذن فيه هندسة تانية اسمها هندسة ريمان، بياخدوها دلوقتي في المدارس عنها الهندسة الحديثة. وبعد كده جه أينشتاين قال إن هندستنا المحدودة بثلاث أبعاد، هندستنا محدودة بثلاث أبعاد، طول عرض ارتفاع، وما بنشوفش غير الأبعاد دي، وعلى أساس هذه الأبعاد بنعمل الهندسة الفراغية بتاعتنا كلها اللي بنبني على أساسها ونعمل كل حاجة. فجه أينشتاين قال لك لا، الكلام ده فاضي. ليه يا سيدي؟ قال إن الهندسة المحدودة بالثلاث أبعاد لا تصلح لتوصيف الكون، هي تنفع بس إنك تعمل لك حاجة ديكور كده بتاع عمارة بتاع فيلا بتاع، لكن لما تبتدي تخش في الكون ما تنفعش هندسة الثلاث أبعاد، لأن في عنصر تاني اسمه الحركة، وما فيش أي حتة ولا بقعة ولا جسم في الكون ثابت، كله بيتحرك، ولأن في حركة يبقى لازم تضيف بعد اسمه الزمن، فبقى في 4 أبعاد، طول وعرض وارتفاع وزمن، اللي بيسميه البعد الرابع. والبعد الرابع ضروري لتوصيف أي حدث في الكون. وعشان يعني اقرب لكم الفكره دي، هي الحقيقه بسيطه قوي. افرض انك انت لك اخ سنه 8 سنين وانت عارف طوله وعرضه وارتفاعه، مثلا بعد مثلا 10 سنين لما تقابله تلاقيه ده حاجه تانية، رايح ده بسم الله ما شاء الله الطول قد ايه والارتفاع طول. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عنصر العمر اللي بنسميه اللي هو الزمن، الزمن دخل على الثلاث ابعاد، عدلهم كلهم، زود الطول والعرض والارتفاع، فأكن الزمن عنصر
مكمل للقياسات. نتيجة ان احنا عايشين في كون متحرك، وحتى اللي ما بيتحركش ويقعد على كرسي مجرد انه هياكل ويشرب بينمو، النمو نفسه هي نوع من الحركة. فالزمن بيبقى فيه ممثل بما نسميه بالعمر، فلان عمره كذا، الايج. هذا العمر او الزمن بيضيف لابعادنا الثلاثه بعد رابع، فيصبح احنا ما نقدرش نعمل توصيف لاي بني ادم من غير ما نقول فلان طوله وعرضه وارتفاعه ومش عارف ايه وعمره لازم، وكذلك بقى قسع في كل حاجه بقى، لان كل حاجه داخله فيها الحركه، والحركه هي عنصر الزمن، وبالتالي الحركه بتعدل الايه الابعاد الثلاثه وبتنضاف، تبقى لابد من البعد الرابع ده عشان توصيف اي حادثه في الزمن واي حادثه في الكون. بعد كده جه وعالم رياضيات الماني اسمه تيد كالوزا، بعد جواب مهذب جدا لاينشتاين، قال له يعني انا شديد الاحترام والاعجاب بنظريتك في النسبيه ومعادلاتك وكلامك عن البعد الرابع، انت فتحت فتح عظيم، لكن عاوز اقول لك ان الحقيقه المعادلات اللي بتقولها عن الجاذبيه لا تتوافق مع المعادلات اللي قالها ماكسويل في القوى المغناطيسيه الكهربيه في الذره، والمفروض انهم يتوافقوا. ليه؟ لان الجاذبيه بمعناها الفضاء الشامل في الكون كله لازم هتيجي متناسقه مع الجاذبيه اللي جوه الذره، اللي هي ممثله بالقوى الكهربائيه المغناطيسيه او الكتروماجنتيك فورس، اللي هي وضع معادلاتها العلامه الشهير ماكسويل. فالمفروض المعادلات هنا تتوافق مع المعادلات هنا ولا تتناقض، لان الكون انت يا اينشتاين بتقول انه يكون موحد وفيه يونيتي، فيه وحده وانسجام. انا بقترح وانا تلميذك الصغير ان في الواقع عشان يحصل التوفيق ينحل التناقض بين معادلاتك في الجاذبيه اللي هي بتعبر عن الشكل الفلكي للاجرام كلها، ومعادلات ماكسويل للقوى الكهربيه المغناطيسيه اللي بتتكلم عن الجاذبيه جوه الذره، عشان ينحل التناقض لابد من ان احنا نفترض ان في بعد خامس. وانا فعلا فرضت هذا البعد، اعدت كتابه المعادلات بتاعتك من جديد، وحطيت جنبها معادلات ماكسويل ومرفق الورقه اللي فيها المعادلات، وهتشوف ان التناقض انحل بهذا الافتراض ان فيه بعد خامس غير منظور. واضح ان احنا ما بنشوفش، خدوا بالكم دايما احنا مش شايفين الا ثلاث ابعاد، طول وعرض وارتفاع. الزمن احنا مش شايفينه، احنا بنحس بيه كده بشكل غير مباشر، اللي هو البعد الرابع. البعد الخامس اللي قال عليه تيد كالوزا احنا مش شايفينه خالص ولا بنحس بيه بقى بالمره، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. الجواب وصل اينشتاين وقرا مره او اثنين وثلاثه، وبعدين رد قال انا يعني سعيد جدا بملاحظتك الذكيه اللماحه، وانا اوصيت بنشر هذا الخطاب في المجله العلميه. ونشره فعلا في المجله العلميه وعمل ضجه، وبعدين اتعمل مؤتمر خاص بتيد كالوزا وبالحكاية البعد الخامس، وبقت فرقعة تانية طلعت في عملية الحسابات بتاع هندسة الكون. يبقى الكون اللي ابتدى ثلاث أبعاد مش شايفين منه إلا ثلاث أبعاد، طول وعرض وارتفاع، بقى أربع أبعاد على يد أينشتاين، بقى خمس أبعاد على يد تيد كالوزا. وبعدين جمع علماء الحساب يدلوا بدلوهم وقالوا يا جماعة الأرقام العادية اللي خدناها في المدارس اللي هي 1 2 3 4 لغاية 10 ومضاعفاتها وقصورها ما تنفعش إلا في القياسات الخاصة اللي بنعملها هنا على الأرض، أو القياسات الفضائية بتاع العالم الكبير الفلكي، ونقدرها بالأميال والكيلومترات والسنين الضوئية وكل ده.
تنفع الأرقام دي. لكن لما نيجي للذرة من جوه ونبتدي نعمل معادلات وقياسات للأبعاد اللي جوه والأزمنة اللي بتحصل في الذرة دي، الأرقام دي ما تنفعش. لأن بنديكم مثال بسيط وهو الزمن جوه الذرة. مثلا بنلاحظ إن في زمن قصير جدا جدا عبارة عن واحد على مليون 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 من اللحظة. شوفوا بقى، واحد على مليون 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 من اللحظة يبقى إيه؟ يبقى ولا حاجة. في هذا الزمن يحصل جوه الذرة انهيار عوالم وخروج عوالم وميلاد فتافيت جديدة في الذرة وتحلل فتافيت أخرى. في هذا الزمن يحصل تاريخية جوه الذرة. طب هنستعمل الأرقام بتاعتنا إزاي؟ ما تنفعش. علماء الحساب، واحد منهم الأذكياء الكبار، قال لك مفيش حل غير إننا نفترض سكيل تاني من الأرقام سماها هو ذا كومبلكس نمبرز. فقالوا له يعني إيه الأرقام المفروضة؟ زي إيه؟ قال لهم مثلا زي الجذر التربيعي لناقص واحد. أبو قالوا له إيه الجذر التربيعي لناقص واحد؟ ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها جذر تربيعي لناقص واحد، ده انت بتفرض حاجة أسطورية. قال لهم الله، طب ما هو الصفر برضه فرض، وما تقومش الرياضة من غير فرض الصفر. ايه الصفر ده؟ ما دام الشيء ضروري يبقى ده وحده يكفي مبرر. وبعدين لما جه ماكس بلانك العلامة الألماني العظيم اللي عمل نظرية اللي هي اللي بيسموها المقدار أو كوانتم، اللي هي بتتكلم عن العلاقات جوه الذرة، اكتشف ان مش ممكن تنفع الارقام العادية ابدا، واضطر يستعمل الارقام اللي عملها الراجل بتاع الحساب ده، اللي هي اسمها الارقام المركبة، اللي هي تبتدي بالجذر التربيعي لناقص واحد. وعمل اتضح ان في سكيل تاني خالص من الارقام طلع، اللي هي الارقام المركبة او الكومبلكس نمبرز، علشان الحوادث اللي بتحصل جوه الذرة والقياسات والمعادلات الخاصة بالذرة اجزاء. بقى عندنا في دلوقتي هندستين، هندسة للكون الكبير اللي هي ريمان، وهندسة للكون الصغير في الأوض اللي احنا بنرسمها على الورق اللي هي هندسة إقليدس. وعندنا كمان نوعين من الأرقام، أرقام العادية بنستعملها في القياسات الفلكية بتاعتنا العالم الكبير، وأرقام اسمها كومبلكس نمبرز أو الأرقام المركبة بنستعملها عشان قياس ما يحدث في العالم المتناهي في الصغر.